الجبال وهذه الوديان مرتعا خصبا للثعابين والأفاعي السوداء هنا في منطقة مشونش وضواحيها بولاية بسكرة. الحنوشة والفاع في مشونش موجودة بكثرة في جبال تاع مشونش وفي الصيف فيها بتوع حتى الويدان. ساعة العقب موجودة كل صيف نسجلوا حالات كثيرة والحالات المتقدمة نبعثوهم للمستشفى بسكرة. فيما يخص الأسعار تاع الأفاعي نتكفلوا بهم الإسعافات الأولية نقدموهم والحالات ندوها لبسكرة لأن البسكرة عندهم إمكانيات أكثر من ناحية التكفيل. فنان متخرج من مدرسة الفنون الجميلة بباتنا، له هوايات متعددة لكن أغربها هذا الذي تشاهدون. إنه يلعب الأفاعي والحيات، هي تجربة اكتسبها مع صيد الحيوانات منذ صغره دون خوف. ملي كنت صغير كنت مع الحيوانات، كنا نربيو الحمام في الدار القديمه، كنا نربيو الدجاج، الارانب، المهم كلشي نتربى. تزرغي في غري ونايا زرغي غير ضماوين، تسمع حنوشه والعقارب ديما كاينين عندنا. ساعه على ساعه تشوف الشايب ولا ذاك، وقت الحنشه وقت العقرب والاخر عجبينا، نشتي ندور عندهم نشتي نقرب عندهم شي شوي حتى وليت نلعب بهم نهزهم نورمال. هذا ما كان لعلي تجربة مع الأفاعي، صار يعرف سلوكاتها وصار يعرفها متى تكون في حالة هجوم ومتى تهدأ. لفعة ولا ثعبان ولا الكوبراك وكل هو كما هو كما اي كائن حي، وعنده السلوكيات تاعه وعنده الحركه تاعه والموفمون تاعه، كيفاش عاد كما نقولوا حنا كيفاش عاد يطاكي كيفاش عاد يصيد. هو صياد تسمى كي تعرف الحوايج كما هضم يكون على بالك حتى كيفاش تتعامل معاه. ويعرف ايضا انواع الثعابين والافاعي التي تعيش في منطقه مشونش. كان عندنا نقولوا حنا الكوبرا هذه السوداء، هي الكوبرا تاع شمال افريقيا، عندنا ألف سيا مذرر قرينا سلوماك خوايا هلا ألف سيا نشاون غرنا في غريوني ذي نجنانا طرنا قرنشني الزريق في غر ذا زداد. اللعب مع الأفاعي يعني اللعب مع الخطر، ولدغة هذه الأخيرة خطيرة جدا. أما علي فتعرض لأكثر من لدغة. لدغتني الكبرى في أواخر أفريل، كنا فيها واحد متر وثمانين، حكمناها لعبنا بها ذاك كملنا، كي درتها في الساكة تاعها دخلتها لهنا تحت التريكو باش تكالمي ومام طوم باش تشوف الظلمة، وذاك دارت عليا قرصتني وهذا كيك اسمه منعنا منها. وهذا لو ماكرو هذا ألف مذرار كما يقولوا بالشوية، جبته من الحريقة لعبت به وصلته حتى كما نقول احنا لي عندي الكراج، والبعد عاود خرجته للجماعة باش يتفرجوا فيه. كي ريكيبيريته عاد ردوه في الساكة زربت، كي زربت خليت صباعي هذا البرة، تسمع حكمته كشغل نهز كوبرا عاد نهز، خليت صباعي البرة هو فمه على بالك يتحرك هز ونابوك طويل هز ضرب ضربتين لهنا وطلق. علاقة علي مع الثعابين والأفاعي تحولت من كونه كان شخصا قاتلا
وصار شخصا يدافع عن حياتها. تعاملت مع الحنوشة هذا مشتم، لقيتهم كما هما كما أي كائنات حية، تسمى في العوض أنه الإنسان يقتلوا ولا ذاك يحاول أنه يعود يردوا البرية ولا يحاول أنه كما نقولوا إحنا يفيته، خير ما يقتلوا ما استفادوش منه، لخطاش هو فيه فايدة في السم تاعه، في الدم تاعه، في اللحم تاعه، في كل شيء. ماذا بينا أنه المواطنين كامل أنهم كي يلقاو حتى يتصلوا بنا نعودوا إحنا ركيبيريو. لسان علي يقول: صحيح ما أقوم به مبعث غرابة، وذنبي الوحيد أنني مغامر أهوى سيد الأفاعي بكل شجاعة. حكيم عماري لبرنامج مراسلون.